ممارسة الرياضة والعقم، ما هو النظام الأمثل لجودة الحيوانات المنوية؟ يواجه واحد من أصل 3 أزواج صعوبات في الحمل بسبب قلة جودة السائل المنوي، وفي معظم الأحوال يكون التلقيح الاصطناعي الحل الأمثل لديهم. مع أن قلة جودة السائل المنوي يمكن أن تزيد أخطار الإجهاض التلقائي والعيوب الخلقية وسرطان الأطفال، ولهذه الأسباب فإن الطرق الطبيعية لزيادة جودة الحيوانات المنوية مهمة لصحة الأجيال الحالية والمستقبلية. تعطى نصائح للرجال لتحسين جودة الحيوانات المنوية، وتتضمن تناول الطعام بشكل جيد والحد من شرب الكحول والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام. ولكن الأدلة حول تأثير ممارسة الرياضة وعلاقتها بجودة الحيوانات المنوية ما زالت حتى الآن متناقضة. أظهرت بعض الدراسات أن التمارين المكثفة مثل الركض لمسافات طويلة أو سباقات ركوب الدراجات يمكن أن تقلل من جودة الحيوانات المنوية، في حين أظهرت دراسات أخرى أن ممارسة أنواع معينة من الرياضات لفترات معينة لها تأثير إيجابي على نوعية الحيوانات المنوية. أجرى فريق من العلماء في جامعة أروميه في إيران بحثا يتناول تأثير شدة التمارين على مجموعة من مقاييس جودة الحيوانات المنوية، حيث أجري البحث على حوالي 261 رجلا من الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 والأربعون عاما، والذين لا يمارسون الرياضة بانتظام أو لأكثر من 25 دقيقة لأكثر من 3 أيام في الأسبوع. تم تقسيم الرجال إلى 4 مجموعات تجريبية. الأولى التدريب المستمر معتدل الشدة، وهو الركض على آلة الجري لفترة تتراوح بين 25 إلى 35 دقيقة من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع. المجموعة الثانية هو التدريب المستمر عالي الكثافة، وهو الركض على آلة الجري لفترة تتراوح بين 50 دقيقة إلى الساعة من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع. المجموعة الثالثة وهي التدريب المتقطع عالي الكثافة، وهو الركض على آلة الجري لدقيقة واحدة ومن ثم استراحة لدقيقة واحدة مع إعادة الجري من 10 إلى 15 مرة. الرابعة مجموعة المراقبون، أي لا يقومون بتمارين رياضية. تمت مراقبة كل المجموعات لمدة 24 أسبوعا مع أخذ عينات من السائل المنوي قبل وأثناء وبعد فترة التمرين لتقييم عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة وحجمها وشكلها ومؤشرات الالتهاب واستجابتها للإجهاد التأكسدي. يكمن دور الإجهاد التأكسدي هو أنواع الأكسجين التفاعلي على وجه التحديد في كونه مجال التركيز في بحوث الخصوبة. على الرغم من أن أنواع الأكسجين التفاعلية حيوية في عملية الإخصاب في الظروف الطبيعية، فإن عدم كونها تحت سيطرة فيزيولوجية صارمة يمكن أن يؤثر سلبا على الجودة العامة للحيوانات المنوية. ما هي التغييرات التي طرأت على السائل المنوي بعد فترة التمرين؟ تحسنت نوعية الحيوانات المنوية على جميع المقاييس عند كل المجموعات التي قامت بالتمارين بالمقارنة مع مجموعة المراقبة، في حين كانت أظهرت مجموعة التدريب المستمر معدل الشدة أفضل النتائج. تحسن المجموعة الأولى تحسن بنسبة 8.3% في حجم السائل المنوي. المجموعة الثانية تحسن بنسبة 12.4% في قدرة الحيوانات المنوية على الحركة. تحسن بنسبة 17% في شكل الحيوانات المنوية. زيادة تركيز الحيوانات المنوية بنسبة 14%. كانت النتائج مبهرة ولكنها لم تكن طويلة الأمد، فبعد التوقف عن ممارسة التمارين عادت مقاييس تعداد الحيوانات المنوية وشكلها وتركيزها إلى ما كانت عليه قبل البدء بالتمارين بعد أسبوع، وعادت قدرة الحيوانات المنوية على الحركة إلى ما كانت عليه بعد شهر.